يسرنا أن نلتقي الأستاذ الأديب سركيس كرم ليطلعنا على آخر منشوراته الأدبية بعنوان خواطر وأحلام من غربة لا تنتهي، الذي سيوقعه نهار الأحد في 21 أيلول. أستاذ سركيس شو فيك تخبرنا عن هالكتاب؟ فيك ترفع عنا الكتاب إذا بتريد؟ شو فيك تخبرنا عنه؟ إذا مبين أيوة جاي ممتاز. هلا الكتاب أول شيء بحب وجه تحية لإلك، دائما أنت بتشجع الإنتاج والإصدارات الأدبية، تحية أكيد موقع الغربي وتلفزيون الغربي، ومن خلالهم رح بوجه دعوة عامة لكل الجالية اللبنانية والعربية لحضور طويع الكتاب 21 مثل ما تفضلت وقلت يوم الأحد بالبيت الصغرتاوي 178 جيلفورد رود جيلفورد. أكيد الكتاب بيتضمن عدة أفكار مضطرة لمواضيع مختلفة، يعني الأفكار كتير مختصرة ومبعثرة يعني بالخواطر. بتمنى أنه اللي بيقرأ بياخذ الكتاب يتوقف عند كل فكرة ويشوف شو الهدف منها وشو خلفيتها وشو الحكمة من أني حاططها بالشكل اللي حاططها، حتى أنه الخاطرة اللي كتبها بالعامية تركتها بالعامية، واللي كتبها بالفصحى تركتها بالفصحى. ما في إنجليزي؟ يعني كلهم موجودين بالإنجليزي بس ما حطيتهم بالكتاب، يعني يمكن هيدي فكرة لبعدين يكون شيء إنجليزي. مثل ما بتعرف أنت الفكرة اللي بتكتبها بالعربي شيء بتعني للثقافة العربية أو اللبنانية شيء، ولما بتكتبها للقارئ الإنجليزي ثقافته بتختلف وبيشوفها من غير وجهة نظر، يعني بدك تكون كتير دقيق بهذا الموضوع، يعني التقاليد والعادات وكلها بتختلف وبتنقلب كمان على الفكرة، يعني على تفسير الفكرة اللي أنت عم تهدف لتوصيلها للناس. كمان في الكتاب عدة مقولات، هلأ البعض بيتساءل ليش بطلع بعد 80 صفحة من الخواطر على مقولات أطول، لأنه هون متطرق لثلاث شخصيات أنا متأثر فيهم، حاملهم معي من لبنان، حاملهم أكيد بتفكيري، هني بطل لبنان يوسف بك كرم، والمكرم البطريرك إسفين الدويهي، والفيلسوف الكبير يلي نحن تلاميذه أكيد جبران خليل جبران. من هالسبب حاطت عنهم بالكتاب. كمان حاطت نبذة صغيرة عن جمعية بطل لبنان الصغرتاوية بأستراليا، لأنه هي يلي رابط أو جسر التواصل الفكري والثقافي والتراثي مع وطننا الأم، وهالجمعية اللي عمرها فوق 50 سنة يعني أكيد متأثر فيها من ناحية وجودي هون بأستراليا. كمان في بالآخر ملحق عن توقيع كتاب أمير الأبطال، حبيت أنشره لأنه كان في كلمات كتير قيمة كتبهم يعني الأديب أنطوان الأول الله يرحم نفسه، توفى خسرناه يعني بالفعل خسارة كبيرة الله يرحمه أكيد. وكمان في كلمة للأديب إدمون محسن يمين، للإعلامي روبير فرنجي، وللشاعر أسعد المكيري اللي هن حكيوا بلبنان. وهون الكلمات اللي قلت هون من قبل بتذكر الشاعر جميل الدويهي، الدكتور جميل الدويهي، الأستاذ جورج يمين، أستاذ إلياس الشدياء يلي هو كتب المقدمة، بقى كله موجودين بهالكتاب، عم نعطيها شوية تنوع. طيب مين بده يحكي بهالندوة؟ بالتوقيع، حفلة التوقيع. بهالتوقيع رح يحكي الأستاذ أنور حرب رئيس تحرير جريدة النهار، الأستاذ سيد مخويل رئيس تحرير جريدة الأنوار، الأستاذ جورج إبراهيم يمين، وأنا. أستاذ سركيس، لا على طول بتركزوا إنه تجيبوا للحكي ناس عند الإعلام مثل شرب البعيني مثلا، عم بقول نعم أنور حرب، سيد مخويل، فلان فلان فلان، لا يعني في كثير من القراء عندي بيسألوا ليش بس بيحكوا الإعلاميين، يعني ما في أدباء غيرهم أو من أجل تغطية الحفل؟ لا للحقيقة وضميريا الإعلام على طول عم بيغطي وعلى طول عم بيساعد، يعني أنا بمجرد أني وديت دعوة عادية للرؤساء التحرير نزلوها بالإعلام كدعوة عامة للناس وأرجونا كل استعداد للمساعدة
نشروا احاديث وكلمات وهيك، ما خص مش ما بتتعلق بهي. بالنسبه لهالمناسبه بالذات انا بعتبر استاذ انور حرب واستاذ سيد مخيم استاذ جورج جميل ودباء ورجال فكر انا مجرد سؤال توضح نعم. لانه في ناس كتبوا بالزمان تعليق انه على شو ما بيعزموا الا رؤساء التحرير، هذا من اجل التغطيه. لا لو كنت بدي اعزم رؤساء تحرير في كمان رؤساء اعزاء على قلبي مثل الاستاذ جوزيف خوري، انا كثير مش اخذها بهذا الاتجاه يعني. بالعكس بعدين مثل ما قلت لك يعني الاعلام دائما اللي كان مكتوب واللي كان مرئي او مسموع يعني اول حضرتك استاذ شربين دائما عم تغطوا الاصدارات الادبيه، وهذا الشيء بشجع الناس انه تنتج وتعطي يعني. اتهمونا انه نحن مش عم نغطي ادباء المهجر. حدا كتب على الفيسبوك انه الغربي من حيزي ما بتغطي لادباء المهجر، ونحن ما في اديب مهجري لسه ما مر عنا. صحيح تقريبا كلهم. صحيح وبنقول لهم يتفضلوا، انا من هون استاذ انتي قول لهم يتفضلوا يجوا يعملوا لقاءات اللي ناسينا مثلا. انا فيني اقول من خبرتي وتجربتي مع موقع الغربي وتلفزيون الغربي ومعك استاذ شربي انه على طول بابك مفتوح على طول بتشجع. انا بقول لهم تفضلوا بس قولوا لي انه، والدليل انه يطلعوا على الموقع وبيشوفوا كل اللقاءات التلفزيونيه بتشمل الكل وما بتستثني حدا. بالطبع هذا اللي بدنا اياه، نحن بنعمل نهضه ادبيه وعم بتصير يعني انا بقول لك موقع الغربي عم بيعمل هالاشياء، صار بتلاقيهم كلهم عم بينتجوا عم بيجربوا يحكوا عم بيفتحوا قلبهم عم بيوصلوا لبرا عم يشوفوهم برا، بالاول ما كنا نوصل لبرا. يا صحيح بعدين انا في كثير اخبار بتابعها وبشوفها بموقع الغربي وتلفزيون الغربي، يعني هدي انت عامل شغل كثير كثير مهم عن جد انه تضل في هيدي هالروابط المشتركه بين لبنان وحتى هون ضمن الجاليه. بعدين الخبر دائما حديث متجدد جديد، مش انه بدنا ننطر يومين ثلاثه تنعرف الخبر، انت دائما اب تو ديت مثل ما بيقولوا. نشكر الله. ذكرت جمعية بطل لبنان يوسف كرم وكنت رئيسها، كم سنة عملت رئيسها؟ عملت خدمت ثلاث سنين. يا هل ترى مفكر ترجع للرئاسة ولا لا؟ لا احكي ضميرك. لا ابدا، لانه هلا بوجود شاب طموح وانا بقول انه شجاع حتى يتحمل هالمسؤولية يلي هو الاستاذ جوزيف المكيري المهندس جوزيف المكيري. بالعكس نحن عم نبني استمراريه للمستقبل وهلا بقيادته وبلكي جوزيف المكيري قال انا بدي خدمت سنتين وبدي اترك. بضل في شباب بضل في ناس طالعه ومحضرين بتحب الخدمه يعني مش مثل لبنان نفس النواب نفس لا. العائلات ما هيدا هون انت لما بتجدد هذا اهم اسباب النجاح انه يكون في تجديد، لانه هاي الحيويه والنشاط اللي بيكون عند الشخص دائما بتتجدد. اذا بضل الانسان اكثر من 3 سنين 4 سنين 5 سنين ذهنيا بيتعب، هو بيتعب وبيصير بتخف همته. دائما هو الرئيس اللولب الاساسي المحرك الاساسي باي مؤسسه. من هون لما انت كل سنتين ثلاثه بيجي حدا جديد وبيعطي بضل الحيويه مستمره وبضل النجاح دايم. وهون كمان انا بنوه انه الجمعيه عندها حفلتها، جمعيه حفله صغرتها السبت 27 الشهر بالبلفيو بعد توقيع بعد تقريبا بست ايام، وهون بدعي الجاليه الصغرتاويه واللبنانيه انه تشارك، لانه بالفعل هيدي الامسيه او هاي الليله بتنقلنا على ميدان اهدن، يعني بتنقلنا على هذا الجو. مهرجانات اهدن عم بتصير احلى مهرجانات باهدن اكيد بالصيف. اكيد وهون كمان هيدي هالليله الصغرتاويه الكبيره بسدني طوال السنه يعني بننطرها، اكيد دائما بكون حلوه وجو حلو وبنتمنى للرئيس وللجنه النجاح اذا الله رد. حكينا بالرئيس نعم. من جمعيه بطل لبنان تنطلع على لبنان نعم. نترك البطل ونوصل على لبنان نعم. شو رايك بهالوضع الرئاسي بلبنان؟ يعني نحن كليتنا توقعنا، مش عم نقول نحن انه نتنبأ او شيء، توقعنا بالفراغ اذا بتتذكر حتى بمقابله معك هون بس مش هالقد لا بعتقد صورة قريبة انه يصير في حلحلة بهذا الموضوع. نشر خبر انه عان تنازل ما بقى بده يترشح، هلا معقول صح معقول
ما بعرف اذا بالنهايه القرار بس محلي. يعني انت بتعرف قديش في ترابط اقليمي وتشابك بالمصالح وصفقات وتسويات وامور بتصير، بس للاسف بالنهايه برايي دائما عم بيطلع الشخص غير المناسب بالمكان يلي مفروض يكون فيه. يعني انا مش عم بحكي هون سياسي، عم بحكي انه لا دائما الممثل المسيحي يلي بيمثل الاكثريه المسيحيه، وانا انسان وطني ما عندي اي طائفيه بهذا الموضوع، ليش دائما يستبعد من موضوع الرئاسي؟ مش عم بحكي بس اليوم، يعني الى القصه من بعد، يعني بتقصد الجنرال اذا كان الجنرال وهو بس كمان بيقولوا لك المسيحيين انه الجعجع عنده تمثيل مرهوني كبير. هلا انا شخصيا بايد وحكيتها عندك وحكيتها بالاعلام، الوزير سليمان فرنجيه مظبوط، وانا برايي عنده حظوظ تاييد من اكثريه الاحزاب هذا اذا ما عم يترشحون ولا هو بينكم. يمكن بوقت معين يصير في يعني شيء بهالمعنى هذا، ومن خلال العماد عون انه هو نفسه يقول انا ما بدي كفي بالموضوع وبرشح فلان او بدعم فلان، ويمكن هيدي تحلحل الامور. بس برجع بكرر، انا عم بحكي شعبيا وارقام ووجود وحضور وكذا. مش عدل انه يجي حدا من ليش من ما عنده هالقاعده وما عنده هالحضور النيابي، ايه مين ما كان عم بحكي، مش عم نجرح بحدا او نقصد حدا معين، يجي بيجيبوه بالمظله وبيحطوا رئيس جمهوريه، مش عدل يعني. طيب يا سركيس، انت انسان ديمقراطي، كنت رئيس زحت غيرك ياخذ. يا هل ترى نحن بلبنان عندنا مجلس نواب، هل مرشحين ديمقراطيا ما لازم يروحوا على مجلس النواب ويصير الانتخاب مثل تطلع الرئيس سليمان فرنجيه الله يرحمه؟ طلع بصوت واحد، هاد ديمقراطية. ليش ما راحوا بنظرك كإعلامي وسياسي كمان بنفس الوقت، لا ما راحوا على مجلس النواب واللي بيربح يربح، هاي الديمقراطية. يا ريت عنا ديمقراطية. هلا من جي عم نحكي ديمقراطية بس من قديم وجهك تصير لا هلا إلى أنت ما تنسى أنت شو تغيرت أمور من بعد الحرب وبالأخص من بعد اتفاق الطائف. يعني ديمقراطية شكلية مش أكتر، تعطي نطلع بمجلس النواب كيف عم بيطلع من أي قانون انتخاب، مين عم ينتخب؟ تقريبا 40% من النواب المسيحية إذا كنا بدنا نحكي من هالمنطلق. يعني في شيء يعني نحكي بالديمقراطية هيك كشعار، ما في شيء ديمقراطي صحيح. كلها بتشوف في تحالفات، بتشوف في تسويات، بتشوف في صفقات عم بتصير حتى ضمن البرلمان. يعني بيطلع واحد بيقول لك اتعوا تنزل، ما اوكي، ما النتيجة انحسمت من اول جلسة نيابية، سوري انحسمت، ما رح يتغير شيء اذا ما صار في حل حالي وصار في اتفاق معين على مرشح، بس ينزلوا على المجلس ما يقطعوا. ترجع المقاطعة سركيس، المقاطعة انا عشت باستراليا اكثر من لبنان، نعم 45 سنة باستراليا، يعني انا بشوف الديمقراطية الاسترالية وبحكي. ليش ما بينزلوا يتجادلوا يتعلقوا بالمجلس، يضربوا بعضهم مثل غير الدول بيضربوا بعضهم، بس يكونوا كلهم بالمجلس، مش ناس تروح وناس تقعد بالبيت. اللي بيقعدوا بالبيت، انا كلبناني ولو كنت من حزبهم بقول لهم دلوا قاعدين على طول ما بدنا اياكم. هاي الديمقراطية اللي بتمن فيها. انا انتخبتك تكون بجمعية بطل لبنان سباكرة، مش تتقعد ببيتك، تجيك بجهني ونربح، يا انت بتربح يا انا بربح، مش بنقعد ومنقاطع. صحيح المقاطعة غلط ديمقراطيا. ما عليك، هلا وقتها بدهم يمددوا لنفسهم رح ينزلوا كلياتهم سوا، ما هني الشعب محضر بندورة. ما هني الفريقين بيدعيوا الديمقراطية، أنا مش عم باخذ طرف مع حدا يعني. أنا عارف بيقاطعوا الساعة اللي بدهم، يعني الفريقين قاطعوا المجلس بمراحل معينة. يقعدوا ببيتهم، ننتخب غيرهم. هذا بيرجع لبنان لازم بلد الحرف، بلد الحرية، يعني البلد الديمقراطي الوحيد بالشرق. هلا عم بيصير الشرق يعمل مثل لبنان. يعني هذا عم تبرهن هلا أستاذ شرب إنه الممارسة الديمقراطية مش صحيحة بلبنان. يعني هلا بكرة تصير انتخابات على أساس القانون الانتخابي نفسه، بيرجعوا هن ذاتهم نفسهم.
حتى الشعب بينسى يعني، بس بلش تلعب العصبيات الحزبية والسياسية والعائلية والطائفية والمذهبية ترجع التركيبة هي ذاتها. لهالسبب عم بقول لك نحن ما عنا ديمقراطية، يعني ما عنا شعب ديمقراطي. قصدك ما عنا سيستم، ما عنا نظام ديمقراطي. لا بس إذا الشعب بده بيوجد اللي بده إياه. إذا الشعب، ما هو المشكلة وين؟ المشكلة هيدي التقسيمات، مقسمين الشعب، مقسمين الشعب من خلال لقمة عيشه، من خلال وظيفته، من خلال الكهرباء، من خلال المي، الخدمات يلي هي أمور بديهية لازم تكون أي دولة بالعالم تحترم نفسها وأنه هي حقيقة دولة بتكون مأمنتها للناس. عنا بلبنان كل هودي مرتبطين بزعيم، بنائب، بمسؤول عنده سيطرة أو عنده سطوة بمحل معين. مقسمين طوائف ومذاهب وديموغرافيا وجغرافيا وعقليا ودينيا وطوائفيا. بكره يطلع حزب، اي حزب اللي كان، بيقول انا بدي اعمل تظاهره ضد ما بعرف شو، بينزلوا مئات الالاف. ايه هلا لا في مي ولا في كهرباء ولا في شغل، يعني البلد خربان من كل النواحي. يعني ما بينزل فشلو. الشعب سركيس معناتها فشلوا، زعماءنا فشلوا. اكيد الزعيم ما بيقدر يجيب لي مي وكهرباء، لشو انتخبوا؟ طيب ما عم نقول الشعب شو طالع بايده اخر شيء؟ ما هو بايده كل شيء. الشعب اذا ما بيتوحد ما في غير شيء. هن مقسمين، مفتتين، مش مقسمين، مفتتين الشعب. قد ما يكون اللبناني منفتح وواعي ومسافر وهي، بس يحركوا له العصبية معينة بيرجع على العائلية. إذا في، ما بعرف إذا في أصغر عائلية، عم بحكي بالمعنى السياسي. يعني العائلية شغلة كتير، العائلة شغلة كتير مشرفة ومهمة. لا بس بالسياسي ما أنا مشرفة. يعني عم بقول لك عائلة تضرب عائلة. إيه وحارة تضرب حارة وفئة تضرب فئة. إذا كان هالشي بيخدم مصالح إنهم يبقوا المسؤولين أو النواب أو اللي هن بهالدولة، وهيدي صرنا عايشين ومختبرينا كذا مرة. يعني مش إنه هاي شغلة جديدة على لبنان. ديمقراطية مجرد شعار. طيب هالديمقراطية هيدا إذا اتفقوا على واحد بينزلوا ينفذوها بمجلس النواب، يعني قبضوا بنعمل ديمقراطية، ما بتقبضونا ما بننزلوا بنعمل ديمقراطية. مش قصة قبض، يعني في قبض بيقبضوا يا سمكيس. يمكن البعض. ايه انا بقول لك شغلة، بس تعال تطلع فيها بتشوف انت الفريقين يلي هلا نحن لا بقول فريقين معروفين، في 14 وفي 8. طيب تجيهم تعليمي معينة انه سوريا ايران ايه والسعودية اتفقوا على شخص معين، هن نفسهم يلي امام شاشات التلفزيون ايه عم ينشروا. افترض بكرة عم نحكي على العماد عون، اتفقوا انه يجي العماد عون رئيس للجمهورية، بتلاقي كلهم سوا هودي اللي كانوا عم يطلعوا وينشروا سكتوا ووقفوا نزلوا صوتوا بس قبضوا. ما بعرف هلا هي سركيس ما بصوته ما يقبضوا. ما يعني يا زلمي، يا زلمي من قديم وجه نعم عم بيقبضوا. طيب والشعب عم بيدفع الثمن. الثمن يعني القبض عم بيجي من هذا الثمن اللي عم بيدفعه الشعب. مجرد ما تدفع الثمن ما في كهرباء، ما في مي، ما في شغل، في هجرة. والأضرب من هيك ما في استقرار، ما في أمن مزبوط، في جيش معطر عم بيستشهد، عم بيحارب باللحم الحي. ايه وإله سنوات. حتى خلي عم بلش من قصة نهر البارد لليوم، ما منعرف بنهر البارد داش في نقص بالأسلحة وبالعتاد وبالذخائر وبكله. شو صرنا كتير شو عملوا حتى يقووا الجيش وسلحوا الجيش؟ بيقولوا لك بدنا دولة. ايه طيب بدنا دولة، كيف بتنبنى الدولة إذا ما عندها جيش قوي، ما عندها قوة أمنية قوية تفرض الاستقرار؟ يقضي على الرسالة. سركيس نرجع لكتابك. نعم. تقرأنا شيء منه، شيء كم وحدة هيك قبل ما ننهي الحديث؟ أكيد إنه نقي أي وحدة كان. بس فرد وحدة هيدي تعنيني كتير، بقول فيها نحن لا نخجل بفكر ماضينا لأنه جعلنا أغنياء بالتواضع وعزة النفس، ولا بما اشتغلنا من مهن
لأنه منها حصلنا لقمة العيش من دون أن نحتاج لأحد. ولذلك أذكر جيدا تلك الغرفة الصغيرة الفقيرة المتواضعة على السطح التي قضينا فيها منذ زمن بعيد فصل الشتاء الأهدني ببرده القارس. ومنذ ذلك الحين لم أشعر بدفء روحي مماثل على الرغم من وسع البيوت ووفرة الغرف. عطول عندك سبونسرز يعني ناس بيساعدوك بالكتاب، هالكتاب في حدا ساعدك فيه ولا؟ أول مرة بيكون عندي سبونسر لكتاب، وهي أول مرة يمكن أنه كتاب صادر بأستراليا من كاتب عايش بأستراليا بيكون له سبونسر من لبنان. هوني إذا بتسمح لي أشكر ووجه تحية للأستاذ أنطونيو إميليا مين، صاحب مكاتب ألفا بيتا يلي هو الداعم الأساسي لهالكتاب، كمان للأستاذ جوزيف كرم. جوزيف كان عنا كان بأستراليا بأدلايد ورجع هلا على لبنان واستقر بلبنان، كمان بوجه له تحية كبيرة. ووجه تحية للأب يوحنا مخلوف الكاتب، ولا مطبعة القارح على هالطباعة الحلوة الأنيقة يلي يعني بالفعل اهتموا كتير بالكتاب. كتير أنيق الكتاب ده. نعم. سركيس. نعم. سركيس نحن بنشكرك كتير على هاللقاء. أنا بشكرك، الله يقويك.